بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمان داود ياشا مدق استياشا وحالك قال لنا برنامج كي خاص كها كذا شيء سؤاله جدا بيجي التضابط كي هره نلسوي دي سؤال أصدان ذي حسوسية وحاكم إذا إكراه هي ضرورة هي مصلحة محيكوك لدويهين عذر دار سمقران أرنت أمرك أنه كهل ليني يا وحينو نري مسألة إكراها نسكا أصرعان شيئي أرهم أدورنا لواكو برارو چيني لكن أرنت الضرورة هي مصلحة وحاني لمصلحة كوذ قدوين وصدح قيبوضة ومصلحة ويو قيب سنتا ميت كامدة أي ضرورة ليرها هذا مركا حريركا كده حايا مصلحة ومقع قود أما معنى قود وصدح قيبوض نغضة ويهي ضرورة هل قيب وكامدة ويهي الضرورة هذه اللي يراه ذو هي المصالح الضرورية هذه اللي يراه ذانا اسكو مدوي بصلاة أسرق بضنبع علماء ذكاها الله والشيخي وسيدة محمد حسين الجيزاني ضرورة هي التطبيقات كذي هي معنى هذا الكتاب وكذا اللي هي باكم إذا رقفها فهي رحمة الله عليهم علماء الله حفظي انت النولن وحن ما تكاها الله إنها الدباء مثلا الضرورة عذر دار متهاي سماها سائلك وحكها اللي وحنقنا هي ضرورة وحيوا بضل المحرمات يبان يسايو قاعدة العلماء الضرورة تبيح المحظورات بيرا ذن محظورات كاسي مكفرات كمد مياه علماء تريسا ما جرتا رقوا حان ربعنا إلى هذا أرين تاسي الله بفر لي بأنه كغاهد لدونا انت أن حكم كشرعي هي علماء وحي كيرا هذين أين نقارين وحين ما أنت فردك أنن أما حلقة ذنهر أنه كوقع ذلك أنه بل إنه إسلافه أنه محيطه الضرورة ذن لقاه اللي جاي وحيبا بضنه الضرورة ذا كميدة سه أي علماء ما أنت الضرورة أغوت المامان يقول قاركود كعذر داره يقارن بنين أيه محيطه الضرورة ذس علماء ذنه وحيره ذن الحكم على الشيء فرع عن تصوري حكم كشيء قال له حكم أيه وحكدم بيايو كدشا وحلقها الله يا مركي أتفهنتي يا سيدة ويه مركو حارب أين أين السوء ذا قادنو ضرورة ذاني تصال أيو إنا نكبحنو حالي لهورة الضرورة ذا سيدة يذبا ووحد دي عن الله السامين مصالح ذي نرشي الدون كان أين توسنانين توسنان أساسية أما تي دين تان توسنانين توسنان أساسية أرين تاسي تصال يو بضم ما كبحين دونا وإلى شن أملحة شن تأملحة داسي هل قد يضو مجتمع الدنيا مسلم كالسعامة يساي والدولة ذي هي هيئة ذي هي شعوب هي مؤسسات هي أفراد بسعامة يساي بأساس أنه قندونت وحاربها داسي دحر قدبنا كهلا مانت قدبك كوبات وقول حد وحاوحان آبها وح إنان كهلا قضب كاللابات والابا الرموض إنان برارو تشيو وذيلا سعوتان قضب كسدحات تصال يو ووحو ومهم سنين كهاللايا أرنتكو بادي دريدو مانتا وحنا مع عولا ماذا ليرا هدو أما هل مالي هل ديگاني هل قوال كدقاي وحاكور يهدى انتان برنامج كان عولامي عالم كوا هل مدية ويهدى ما آن لسوق قلينين dunida markuu dhacay dagaalkii la koobaad oo dhamaaday ee dagaaladii adduunka heer ay soo dhamaadeen dagaalkii xulafada jarmalka ka soo horjeeday ay ku guuleysatay baan leeyahay dagaalka markuu dhamaaday ba waxa la aasaasay waxa la yiraahdo golaha qaramada midoobay dawladuhu markaa ku guuleystay oo Mareykanka iyo Ruushka iyo Ingiriiska iya Faransiisku ay horkacayeen kadibna gadaal ay China kaga soo biirtay
ومؤسسات يو انت اللي يرادة سميستي وحي عصران وحيو سميستان مصالح دودين ريكو إراليان دوني ذنة أي كوها يمنايان وكوها كميان شانتو دي الدولة دود وحالة سيي حكم ليرادة فيتو مركا يرادين أقلبية سدح ملو اللبا قوان كاللو قارا إدى حبناها كا بيجو فيتو الله صهرانو سيدانو هذا قار كا وحي خط كي ربين كبحي أي وحا كميان مرنا ويسوا كيشان مرنا دانو هذا كلا دوان بي اسكو يردر داران هذا با يو انكي وحا كرنا شيء وحا ليرادو قانون كدوليغا يا دستور كدوليغا يا أحذي أممي الدوليغا أحذي جينا وحورنا لي قوانين يا دساتير محلية والدولة والبا يديغان والبا ما ملكيه أي سميستان وحي سميستان يوين تحب النماذي هذه مركان ميثاق يا أحذي يوين كعاد أخريضه وميثاق الأمم المتحدة اللي يراده أن رو تصاليين كسيه خطر توليه فصل كشانات ما داد الله باتني الشانات مركي كهد ليان وحي ليهين وحي بلان قاضيان لمان دولة ها حبنها كاه إن يقبل يان قوانك قوله أمانك كصوبحة أحذيغان أمدها ميدوبي وافقصن فصل كتدوبات ما داد أفرتني يسدحات قضب كيدا كوباد نوحو تلماميا إن هي أدهاس دولده لن حبنها كاه بلان قاضيان كوانكي قولها كسو بحفولين تيسة ونبت قليادة الدونك الوحا كمين ايو إني قولها أمانك وحلالي وحو أبهدو ونولا وحبا وعيدان وطاكولين أي ديار أليهين وعيدا مضوضا وحاكم إذا مادادة فصل كات أفريا التمناد مادادة الله سيعشان يالباد وحاكم إذا قولها أمانكو أما قراها أمدها ميدوبي محكمة العدل الدولية اللي يراهده باعه مدى وحكالة حكومتا إيهي أدن أحذيك قرامات كدونك أوليه قانونك كل فاقا أحذيك قرامات ميدوبي إيه محكمة عدونك إلا إذا حيبين كل قميصا وانا قيب كمدة أحذيك قرامات ميدوبي وان لغا ساري كرين محكمة دانا والله سميستي وحيل الرب اللغو حكومه كدب وحاكم إذا إسلا فصل كافرية تبنات ما دادا سقاشن يستدحال قضب كيدوكو بادو حقوريا لمان دولدها حبنها كاه قرام ذا ميدوبي ما دام حبنا أي كيهين قرام ذا ميدوبي محكمة دا أدون كان حبنا أي كيهين سي أساسي حبنا وغيهين وإسلا فصل كاسي ما دادي حكتية سقاشن يا أفرادنا وحي تلمام إيسا لمان حبنها سيني بلان قاضيان يعني حكم كي كسو بحا محكمة داس ويقيب يو كيين لسايساتك إني هو قان سميان وأقبليان يعني. فصل كاللحية تبنات ما دادا بقول يسدح وحاكو قران دولت كستوى قانون كذا حير كذا دستور كذا وحي دانيسو هدي كهر يمادان أحدي كان قرام ماذا ميدوبي كان قرام ماذا ميدوبي با منان تاله إساقانا كحوك بادن إساقانا الهور مارين أياه ما داد حكتيس لفصل كان لحي تمناد بقول يأفران وحاكو قران هيا دا قرام ماذا ميدوبي وحي حق أولي أدهاي ودام ماذا حبنها كأهور دان إني سي قانون أكو تشوكتو سي أتشي دوين كيدا أي او إلالي سون حقيش محكمة دا محكمة العدل الدولية اللي يرادو عدالات دا دونك يكون مقعابين قانون كذا كل فاقان قضب كيسا أفريا تبنادنا وحاكو قران دولت كستوحا واجب كوه حرير كذا إيا علاقات كذا إيا عدة اللعلوبية لن نبدي إني قانون كا محكمة دا عدالات عدلية ويو إنكا كميدا أي وافا جسو ولي هي بري هالكاسي قالين إدا الله دا قالام إيا عدة قوين هالكاسي قالين دستوري قانوني الدين وحا الله هيدو دان إذا هذا الحبين نقطين هذا هو قانستين نقطين لكن وحي سوى الدين لي إلا إنتان لأك بي واقع ته إنا الدولة ذوه أنا كمين نقطين هيا داني وحا الله سامع يستيد دوني دان سير الله مامولو
دولدهان الله حكم أيه بوح الله صم يستي هي هذا بدن قوانين تعالم يعنى للسمي هدي هو ده هلا دولة اللي يراده أما ده قد يراده هو هاد دولان والدولده بدن هاد دول مران أما دياراده هاد دولده هن تيصاد دولان دوني ده هو ده هذا هم مرتو هو ينك حدود ولا كلا ليه سي هو ده هذا الله مره هو ده دتك كلام عضو مرتاعي وأنه حير يهشيس إذن كلا حاجة ياتشرو حير كي يهشيس كاسي وأنه قانون كالدولي غا وافقايا هوستغا وسان كهريمان هدى بدا تاي هلا مشاح ومراكبتو بدا هم مران أما بدا الدولي غوية اللي إلا ده هنقوتو أما بدا هالدولة ده كله هنقوتو مراكبتي كلا قوشيسي بدا إيا مضيقي يمالها إردها عريري يسرمها مريسي وأين هشيس يتفاق كم مران حقوق مالي أنا سيدي تيها وذا ويكرر تا محل لجو هشينو كلا حاجة يا وحلاص ما يست قانون كدولة قيبتي سري مع خصيص وحاشرت سافت يا أش الدنيا اللي هو جراعه وحقوق الإنسان كلا يرادو هي أدب لاص ما يستي قرمة ميدو بيكمدو قوانين له عدي الله ربنا نور كلا جاتهم على جراعه عدي الله ربنا ولا جقل إياه ودولده أدن سمايستي تنو هذه مصالح ذوذو هاد بسيدة أي تهيوي هاد دي شهي مجال كتجاري غاه يا قناعسي غاه أما صرف يا اللعاقه لغا شاقيو أما بداعات يا بدا وحمره لغا شاقيو أما حرارك قناعسي غاه دو دوفي أما هالاقو دوفيو سودتي إيادانا هاد دي الله تهي هالا أي مسهل قليو هاد دي تهي حرار يا قوانين هالاقا سمايو معاشرة هي أدى شغلة ليه شري قات إيشو بده شيء معظم هي أدى جناح سجى الدوم كا وحرير لاله حرير لاله بدن يو إنك قوانين تهدي وأكو قوانا يسوع جناح سجى شقوي هذه هو ذي حرانته ويبدي حرانته والجناح سجى حرمه وقال إنت أصلا إن هذا يتم عدو ودريم كرتاع وليس كإله هذا dadku ba surqin iyo jiq bay ku wada jiraan hay'ada inaad kamid noqoto waxa soo walihi ah iyo dhulkaaga hal adeegsado iyo muslim hadii lagu duulayo dhinaca ka raac oo bugta ka wada qas qaanuunkaaga iyo dastuurkaaga iyo diintaadii kiyo in ka wada hoos yimaado waa culays yaalo diinado khatar waa haddana say dawladdu ku jiraysaa way birin baa loo shiri waa lagu soo duuli waa la wada faragelin kara golaha maanka sharciye faragelin ciidan baa la dirayaa ciidankii maalgelinteedii adiga qasab laga qaaday xubin hadda tahay hadii kala adiga lagu faragelinayo gurigaaga lagu imanaya ganacsiga kala dhaqaaqaysa diyaarad inay duusho markab inuu dhaqaaqo dooni inay baxdo hadda tirado isxiriirka caalamiga ah oo telefoonna iyo internetya iyo wixii oo dhan baan gali xeerar caalami oo idin kala hagay itifaaqiyadka ay u hoggaansamaan ba jiray والمحنداسي يلا ما هو حنك هذا يهدد فافاهين تهذا ربطه وحد في رسا الجزيرة دوت نت دراسة داعي كد يا رسي ويبكا هل كاك حاجة موقن كرا دراسة داسي سيف عن وقوع هذا لجان مركي منظمة ذا جن عسي جادونك الحاضر والمستقبل كهذا يين هل كاك واحد بدم بعد كحجان كرتا حرر كذا هدد جوجل جري سنة واحد بدم بعد كرتا تسوبة شيء ذو وجوجل حرك هيجا waxaan rabaa oo kale inaan baraarujiyo intaanan meesha gogol xarka ka gudbin hadii ay ka marmi weydo waxa jiray talooyin la siiyay xuquuqda insaanka iyo qawaaniinta dawliga ah iyo haday suuragal tahay in lagu xiro shardiga wixii aan diinteeda khilaafaynin waxaan diinteeda ka hor imaanaynin waxba laga yaabaa inuu badbaado laakiin haday taas suuragali weydo maxaa la sameynaya xalqada dhamaan kaga hadli doona xukunku wuxuu noqonayaa laba arrimood aan baraarujiyo marka qodobka labaad ee hadalka kelimadeeda maanta arinta koowaad aan rabay inaan baraarujiyo waxa weeye waxyaabahan aan ka hadlayno in si cad bay u qoran yihiin ee soo socdaan sheegi doono in waa la ishaaraayo la tilmaama ee aad looma qoro wixii qoran ee cad ee heshiisyo lagu galayay waa cad yahay waxaan qornayn curfi thaabid oo mutarid ah jira oo culimada qaacidada fuqahaadeena u yaqaanaan المعروف عرفا كالمشروط شرطا يا ام العاده العاده المعلبك اما كالمشروع شرعا لو صياغه ويا المعروف عرفا كالمشروط شرطا يا المعروف عرفا
كالمشروع شرعا قاربا يرهدا إعادة المضطردنا وعادة محكمة يعرف ومحكم قاعدة يرهدان وحام متعارف وليس لي قانا ووحي لقران ويا ليسولان نقضا ووحي أن لشيقين لغو كلا قوستا لغو كلا فسرتا عرف ما انت تجيرا دوا قوانين يا محاكم أما من الدولة أتك أما من الدولة كاتشوكتا أتك هدي هل دليا لو دليا سد حدا حتى لغا صوري بالدنيا ده inta kale de qawaaniin unta ka dharatay faransa iyo vienna iyo meelo kale laga keenay umadadka lagu dhaqa keyum baa uu noqon mid guud uu noqotay iyo mid gaar ah uu noqotay saadarteed waxyaabo badan oo aad loo waxyaabaha qaar kan aad loo cadeynin urfigaas ka dhigay sida kuu la cadeeyay oo kale to qaliyada labaad waxyaabahan aan ka hadlayay haday culimadu isku qabtaan inay mukafir tahay wax lagu asal ahaan lagu gaaloobay tahay in kale waxaan ka hadlayaa hadiiba laga soo qaado oo la qaada qowlka ah mukafir bay noqonaysa kasba hadii laga soo qaado dadkii maxay noqonayaan ay mihnada soo socota haysato runtii daruuradan ka hadlaynaay waa mihnad qof fardi ah oo ka baxi karaa uusan jirin ilaa naadiran maahan masalada koobaad tusaalaan siiyo jinsiyadaha la qaadanayo ID-ga la qaadanaya jinsiyada iyo baasaboorada dawladuhu baasaboorkan waxa dhalay dastuur waxayna ka mid tahay jinsiyad marka la qaato saddex qodob asaas ah ama saddex garab ay isugu yimaada dawlad jinsiyad bixinaysa iyo qof shakhsi ah oo qaadanaya iyo xuquuq iyo waajibaad ka dhalanaya dawladdu iyada jinsiyada bixinaysa qofka shakhsiga ee xaqiiqiga ama qofka aan xaqiiqiga ahayn oo sida muassasaadka iyo hay'adkaana iyaga jinsiyada waddanka ay joogaan qaadanaya waa hay'ad Kenyaan iyo waa hay'ad Soomaali iyo waa hay'ad Mareykan iyo waxaan marka la leeyahay waddankaas laga leeyahay lagu aasaasay wifqa dastuurihi wifqa qawaaniinhi way dastuurka hooyada iyo qawaaniinka carruurtu dhalaya jinsiyadu hadaba qodobka saddexaad ee dawladda iyo shakhsiga isu keenay waa xuquuqda shakhsiga la u leeyahay iyo xuquuqda lagu leeyahay waajibaadka marka waxaynu leenahay qofka shakhsiga ee jinsiyadan xuquuq buu yeelanayaa isagana waajibaad baa fuulaya jinsiyadana wuxuu ku qaadanayaa in xuquuqdiisana uu helo waajibaadka lagu leeyahayna uu aqbalo hadhow inuu fuliyo inuusan fulinin wixii qalbigiisa ku jira waa baab gaar jinsiyadda haddaad adigu toos u doonatana waad garatay haddii aad qof dirsatana tawkiil waa yada wakiishi haddaban laaluush yaa lacag bixiyo la ii keenana oo qof baaba laaluush la'aan aqbalay adu lacag baabaad ku dartay oo waabaad gadatayba qofka kuu soo sameeyeyna idan iyo wakaal uu kaa haystay caashiga tasarufaadka la sameeyana inaad toos u samayso iyo bil wakaala inaad ku samaysaa isku mid weyn haddii kufri la sameynayo inaad adigu kufri ku dhacdo iyo inaad qof u wakiilatood iigu dhacdhahday xukun waaxida waay in bilaa lacagaad qaad ku gasho iyo inaad gasho inaad lacag ku gadatana haddayna tadanba sii daraani deeta horamaba daraba marka cudurdaar maaha qof baan dirsaday lacag baan ku gatay aanu meel ma tegin waxma saxiixinayo waxaan biidini ka tawkiilkaaga iyo lacagtaadi baa lagu sameeyey waa biridaak ama raalli baa kata jinsiyaduhu marka la isku soo ururiyo waxaynu leenahay xuquuqda ugu muhiimsan xuquuqda qofka uu yeelanayo waa muwaadin caadi ah oo dawladda ka mid ah oo furaskana xaq u leh xuquuq nabadgelyo iyo deganaansho iyo ku noolaansho inuu helana xaq u leh waa xaq uu yeelanayo weligii waddanka inuu deganaado laga caydhin karinna xaq buu leeyahay wuxuu kaloo xaq u leeyahay dibadda hadduu ku nool yahay inay dawladdu hay-adda diblomaasiga ee matashay ay dadka xuquuqdooda ilaalinaysa oo ka mid noqdo dawlad kale hadduu joogo xil kastuu qaban karaa oo si isagu ahalaadkeeda yeesho markuu dawladdu qofku muwaadin ku yahay intaasi waa qayb ka mid a xuquuqda uu yeelanay laakiin waajibaadka lagu yeelanaya maxaa ka mid a inuu ixtiraamo u hoggaansamo aqbalo siyaadada iyo sarraynta qawaaniinta iyo dastuurka waddanku waa kow waxaa lagu yeelanayaa oo dastuurka ku aqbalayaa
اسمها الدولة داس هي دستور كذا هي وود كذا يعني وقيب كان نقض صدح وضن كا هي مصالح هي دنيه سينو دفاعه جنسية ده هاي النقاد الناي واسداس هذا إنه نراهنو وضم بدن أو قال جنسية لقى قاتل أما الدنيا المسلم كبد دستور كم وحكوس رئيسي يهي دين تي إسلام كماها وحاد أقبى شيء السيادة دي سوى قلاتي إذ احترام كي سوى قلاتي إذ حقوق هذا إناد كل رأساتي سوى قلاتي إذ السقع إناد قف لقدرية كل نقطة هذا قلاتي ودستور يا قانون دستور يا قانون أن دين تي إلهي أهين دين أهان خطر واحد يا كبد بادي مرك وما قانا داد بادي إسكتشو وحولا إسكار ناقضون جنسية دي باسا بور ريو حبر رأتسنين ماهاني ninki gaalaya dadii niman gaalaynba intii magaaliye meelaha joogtay waa la wada dhax fadhiya waxa laga yaba dadka kala qaanuunka ay galeen baa u muuqda isaga laakiin kan uu dhax fadhiyo in dhuhu ciid iska marinayaayo ciidu madaxa gelinaya sida gorayadii oo kaleeto qodob kale baad waxa laga yaba in qaar yiraahdaan masalo sharciya laakiin waaqica tatbiiqadu usan sahlanayn ha hejiroodaan dadkaas dadka muslimka ee dunida jooga dawladahiina dasaatiirta ku dhaqmayaan jinsiyada badayn karaan oo jinsiyad binaadan qaadan la is diiwaan gelin dokumenti baadan qaadanin noloshu way adagta lagu noolaaday ma sahlana ma la is hadil iska badaayo ma laga hijroon kara waxa gadi hijroota laba arrin oo labadaba hadda dadad hijrootid waa dokumenti aad ku safartay dunida inaad hesho qaadashadiisina waa wixii dib ku taagna oo hadaad qaadatay سفرت محيكيني وأنا أتقشى وأنا أحفر لداي هدي الله بعد حاجة ذو هجرون ما أنت الدنيا ما شان قوانين تاكو حكومة ذو هجرون إذا حاجة وي حاجة بس الدنيا ما أنت الظروف تاع كنا والله يكو أقبل إيس كو الدنيا مسلم كها وفى عنا كو أقبل ما يان في زي زيارة كنت يكرتان نقوى إقامة وطن هدا دكتا كلنا دكان شو دوكومنتات كنت دكتا ضبا أنت كنا وكات كعريسي in yar oo iska rabaadiyo meelo jir joogto aan badnayn waxa duurkooda isaga dhaqata ma ahan ee dadka inta kale dokumenti jinsiyad laga badbaadi waa qodobka labaad tusaalaha labaad in rabeenaan siiyo dadka masaailka daruurada la xiriira waxa dadka qaar ama culimada qaar mukafiraadka u yaqaanaan markay gasho dasaatiirta iyo qawaaniinta loo codeeyo way wadan baa dastuur la qoraya ama dastuur la bedelaya sidii ka dhacday Kenya laba kun iyo tobankii ama waqti hor yar ka hor ka dhacday dastuurka Masar ee loo codeeyay ama dunida meelo badan ka dhacda dastuurkan iyo qaanuunkani haddii uu meel maro ama diid ama doon waa ku dabaqaya noloshaada maalkaaga reerkaaga diintaada waxa lagu taabanaya ma bedeli kartid mana hor istaagi kartid laba khiyaar baa ku furan inaad mid daran laba daran kala doorato tirada waa kana ka dhib yar diinteedii duuyadeed iyo inaad deyso midba midko ka xumaa lagu dabaqo masaailka codeynta dastuurku aamuska laga aamusay iyada lafteedu codkay si dadban qayb uga noqota oo hadduu intii la rabay gaari waayo inta aamustay waxay taageero u tahay inta diiday waxaan rabaa inaan yiraahdo مصر أو كذا دستور بالله عديني دستور كان يضط كورن بنول شوذي الدين تود الحكومة يا كي والله عدي مسلم باكون نول هدا يعني قارن دهان بقوا يكران هدا الدين هلا دبقة يرادن ما دبقة يكران يجي يك لبعض دارن مد دورة هاي ستة إن دهان وروحة يوحة هن لجد دايو يحيابنا الديدان أنت إصلاحين كران إصلاحيان iyeen baha ka fiirsadaan oo midba midku ka xun yahay gaalo u sameysatay kaniisada u sameysmaan daruurada hayaatadu waxay keenaysaa masaajidoodi diintoodi noloshoodi wixii shar ka takhfiifinaya inay sameeyaan buu aqligu keenaya laakiin diinta iyo sharcigu ma ogol yahay maxay ka yiraahdeen culimadu kulanka damaan kaga hadli doona hadii la yiraado waa tusaalaha labaad tusaalaha saddexaadan maanta rabay inaan idin siiyo waxa weeye maxkamada dunida muslimku maanta dastuur iyo qaanuun ba haysta dastuurka iyo qaanuunkii haystay dadku naf iyo maal bay leeyihiin cirdi iyo diinna way leeyihiin waa lagu dulminayaa xoolahaagii baa la qaadanayaa
ardagaagii baa lagu xadgudbayaa dhiigaagii baa lagu xadgudbayaa diintaadii baa lagu xadgudbayaa dastuurta iyo qawaaniintu waxay sameysatay qofkii dulmi tirsanaya qaanuun iyo xeer baa jiray maxkamad hadda waxa iska dhiciyo barri masaajidii baa lagu dhaxaarayaa la dhex fadhiisanaya madaristii quraanka iyo dugsiyadii baanin inta ay dudumiyo guri ka dhisanaya hantidaadii iyo gurigaagii baa reer hebel iskaga habsanayaan gaal iyo musuuxu dooni ha noqdee ma indhahan ka feerinaa maxkamad gaala in la tago waa gaalni baa la yidhi daruuraduse ma gashaa masalada masala daruura waay ma banaynaysaa oo masalada dib uga hadli doona haddii la yiraahdo laakiin dadka mujtamaca intaa leeg ee dunida daafaheeda ee muslim jooga oo masaajidoodii iyo madaaristoodii iyo dugsiyadoodii iyo maalkoodii iyo dadkoodii iyo dumarkoodii iyo naftoodii la dulminayo markay yiraahdaan war dulmigan waa sideena laleeyahay dee dacwo iyo maxkamaddii iskaga celi wax badanna dulmi iskaga dhicin kara maxkamadahaas haddaanu qof isagu dad dulmiyeynin ama xaq kala qaadanaynin culimmada bannaysay maxay ku saleeyeen waa masalatu daruura masaladaasne cidii kiraha bur kula daba taagan oo gal kule ma jirto laakiin adiga daruura masaa'ilu daruura way tusaalahaasna tusaalaha afraad aan rabo inaan bixiyo waa masalada ah kombyuutars baan isticmaalaynaa hadda waxaan kombyuutar baan kasoo bandhigayaa waxaynu isticmaalaynaa email iyo websites baan isticmaalaynaa kombyuutarka markaa isticmaalaysa brograamyadan ama windows dheh ama officeka qaybihiisa kala duwan dheh markaad kombyuutarka ku shubayso waxaa jira waxaa la yidhaahdaa shuruud iyo sharciyo termis iyo conditions baa jira meel afar gees oo yar baa kuu soo bixiyo markaad ku dejinaysa kombyuutarka barnaamijka okay ama accepti waan aqbalay baa dhihi waxaad aqbashay ma taqaanaa waxaad aqbashay haddaad isqabataan inaad dastuurkii iyo qaanuunkii gaalada ku kala baxaysaan inaad raalli ku tahay baad aqbashay waan aqbalaydaadu sidaas waay bal idinku windows iyo word iyo officeka qaybihiisa kala duwan baan dhehe bal idinku gala oo install gareeya ama ku dejiya kombyuutarkiina baraamijta kombyuutarka ee xaasuubka barmajaadkeeda oo dhan shuruud saasahood aqbalayso waxaad isku qabataan iyo qaladkii dhaca maxaakim iyo dasaatiir inaad ku kala baxdaan inaad raalli ku tahay baad aqbalaysaa email baad furanaysaa emailada aada furateen hadda saddex shirkadood baa ugu badan intaan arkay anigu hotmail yahoo iyo google saddexdaba emailkaaga markaad gasho halka hoose khadka linka a bal fiiri termis baa ku qoran termiskaas tusaaleyo baan idinka tusi doonaa adin tusaaleeyo maalan gmail haddii aad tahay waxaad isticmaashaa gmail hadduu yahay emailkaaga hoostiisa termiska xarafka la yihahda ee ku qoran t e r m s dhakasi waxaa kuu soo baxaya linkigaasaa kuu soo baxaya markuu kuu soo baxo halka ugu dambaysa about the termis akhri waxaa ugu dambeeya weliba saddexda sadare ugu dambaysa akhri wuxuu leeyahay qaanuunka california ee maraykanka baa ina kala saaraya wax kasta oon isku khilaafno oon isku qabanno waa shuruudahaad aqbashay markaad gmail furanaysay qof kasta oo emailkiisu gmail yahay wuxuu aqbalay oo okay hayay yidhi inuu wixii isqabad ah maxkamadaha maraykanka ee california ay ku kala baxaan weliba countiga wuxuu leeyahay santa clara county maxkamadda waa markaa uu kuleeyahay waxaan ku kala baxaynaa in the federal or state courts of santa clara county california usa qof kasta oo email gmail aleh accepti wili waan aqbalay maxkamaddaan u kala baxno yahoo imo yahuna iyadana markaad emailkaaga hoostiisa tagto termiska akhri linkigaasaa kuu soo baxaya halkaa ka muuqanaya qodobka 28aad general information macluumaad guud isagana waxaa ka mid a qaybta labaad sadarka labaad waxaad ka arki doontaa halkaas meesha aad ku kala baxaysaan isagana waa kii california qaanuunkii californiyaan kala baxaynaa haye markaa tiri active garee tiri waad aqbashay
مكاد هوت ميل تيما دي سوغوا كوار بادن يهي او يساغونا ترمس با هوس كغا قران لاغ مركاد كاسي يساو حاد تاكتا قلوب كسدحية طبنات مايكروسوفت كونتراكتين انتيتي صدحية طبان لبع حال إلا صدحية طبان لبع ساقال قوانين تا ودامادة كالدوانة التوكتية دساتير تا كوكالا بحي سانة أقبر شيبا كو قران دادكينا مانتا إما إلا الله وضا ياشي حتى كي دادكا ضرورة ديدانا إما إلا كي بوليه وحاسوها ريها داد ويب سيد فرانيسو مانتا ويب سيدية قلوة البدعايد وصميستان وحان تصالة دين سين كرا setground.com قلوة دا ليرادو إيه هوستنكا صميسا أما ويب سيد يدا هايسا إيه قفكا فرصة دا وصميسا إيجانا ترمس بيلي هينو هداد كلي قرايسو governing law إريغا هالكا هرطا دا كم موضا فيري وحادوكا لباحي سام بي يقولي يهين دستورك إيه قانونك Republic of Panama وحادوكا لباحي سام انتا دور تسالان وغا تشيري داد كي ويب سيد فران ايي كليك تا يقبالين ترمس كي يقبالين شروط دي يقبالين اي حرارك وحاكمي دا انا محكمة دها قانونك دستورك كوكا لباحان كوي ايميل فران ايي سيدو كلاتي يقبالين كوي كمبيوتر استعمال ايي بروغرام غرين ايينا يغان الدساتير تي قوانين تي انلو كلابحي يقبالين انت الكمبيوتر اللي استعمال الضرورات كي كمين نقطي إن إيميل لاستعمال الضرورات كي كمين نقطي ويب سيدي دي داد بضان باي الضرورات كي كمين نقطي طلو إيادانا انتي وحا سميسة طولن مقالو بين مثل الضرورة عذر دار نقون دونتا إيادانا ومسالة بحدي قدام بي أنك غاها دي دونا تصالح كالي تصالح شانات وإن كوب ديان ومالينا يا تصالح ياشي لكن عرا حندي شريانا بالمثال يتضحو المقال هذا waxaan rabaa inta aan tusaalahan ka gudbin waxani wax anigu aan isaraaynaa ama kicinaya ma waa musiba guud oo su'aalaheedu ahlul cilmiga zamankan ay ku bateen webka la yiraado islam web ama markazul fatwa su'aashana la weydiinaya wuxuu leeyahay qofkani su'aal muhiim aan qaba waxaana tahay buuri ma laalay markii aan programyada computerka aan isticmaalay rabo markaan gelinayeen sameeynaa markoo horeysaba waxa ii soo baxaysa qoraal heshiisoon dadka la galayo markaan is khilaafnaa anaga iyo shirkada programka iska leh oo maxkamadaha dawladaha ama goboladii shirkadahan laga lahaa inaan ku kala baxayna dawladihiina qawaaniintoodu waa qawaaniin kufri oo wadci iyo diin islaam ma aha hadii aan rabin aan isticmaalana waa inaan okay dhahoon aqbalaad sameeyaa مالك ستون قال إراه دو ويباب أنا مشكلة داسا إيغا حيساتا محان ساميا ولاية دانية قبل كانية دولة دانا كالدوان واح معانا مصا مينا يسوا يسدساتير تي بشاري قهيدوي محان ساميا ضرورة حيساتا داد كيو كمبيوتر كمان ماران ني محان ساميينا سؤال لبعض شيخ محمد صالح المرجد ويب كي سلا إراه دو سؤال يا جواب الإسلام سؤال وجواب بسنا السؤال شن مر لبعض اللي ويديني يا وهلا يا شيخ مركي أن برامج الكمبيوتر ككوكر كده تشيني إن الكمبيوتر كشروط أنت على ده تشينين اتفاقية هشيس عن ناس أو بحيس شروط أو حاكم إذا هذا نس قبصنه شركة ده وضم هذا قال هذا اللي قاله هي قوانين تودن كذا إن أكو كلا بحينه قوانين تودن كان أن كلا صاريس أنا اللي نية ذي كده تشيني كأنت هي ما كده هي كرا لان افلا ما الله يو فعل وحال سمي لكن وا فعل فعل كي لكن وا موافقه ما اقبى شي با لو يري حداي هاته هلكا دكسي با لو يري دك ما كسي يا وري سؤال شاسي شرعي انا وخي وا كهر منيا وهدبا وا قلق تاغن سؤاله ود علماء بدن سا لو ويديني جوابيه وخي يراهدين يا سببته دي بان اوغه هادلي دونا لكن ضرورات كتصالها كميده وي تصالها شنات ربا ما انت انا بخيو دولي ده مسلم كاه معنى شعوب ته مسلم كاه ايه قالا ده كوهو سنول حلال ايه مامول انا يقبتان اما ها ديبا اللي يراه ده دولي ده هان دساتير ته كو حكومة واد دولي ده قالا دولي مسلم هات شوغاني حل ايه مسوليات ان لقبتاي اناد كالما ايه قرب ان نقوتاي ان عكان نقون
inaad maamulkii ka hoos shaqayso taacay la timaaday dhinac ka noqon. Waxaanu leenahay tusaalaha shanaad, muslimiinta ku hoos nool gaalada waxay u baahan yihiin xilka iyo mas-uuliyad inay qabtaan oy sharka ku soo socda, dadka laga xirayo, waxa laga dhacayo, culayska la saarayo, magaalooyinkooda la gubayo, inay yeeshaan dad mas-uuliyiina oo xil haya oo sharka ka takhfiifiya. Waa daruuro ayna ka maarmi karin. Laakiin markay duli gaalo noqoto, ninkii xil weyn qabto uu saameyn ku yeelanayo, waxa dhici karta dastuurka in lagu dhaariyo. Waxa imanaysa iyagii walaa inuu u muujiyo wax badan la wadaago. Waxa imanaysa waxyaabo badan garab iyo heelo inuu ku siiyo. Wax badan baa ka dhexay yiraahdo. waxaa la mid masalada noqonaysa haddaynu niraana duwalkii dasaatiirta ku dhaqmayay dunida shucuubta muslimku leedahayba ha noqotee dowladuhu waa gaalo, dee xilka qabashadooduna xukunkii bay qaadan, isagaad ateecaysaa wifqa dastuur walqawaaniin ay uleyhad ku ateecaysaa, iyada dhexdeeda baadna inaad wax ka bedesha dhibna ka yareysa waxna ka khafiifisa isku dayeysaa. Muslimiinta intaa dhan ee ganacsi leh, ee waxbarasho leh, ee deegaano leh, ee magaalooyin leh, meelna inayn uga dhowaanino iyagu un lagu dul shaqeeyo, noloshooda adag iyo ciriiri, diin iyo dunyaba ciriiri aad u adagoo badan bay gelayaan. Wax badan nawaaqica waxaan aragnay oo inu wada taabannay xilka iyo mas-uuliyaadka ay qabtaan, hadba intay awood mas-uuliyad sare tahay bay wax fududayn karaan ama dhib ka hortegi karaan. Daruuradaasi cidib budh lama daba taagno, gal ma lehe, iyadana ma loo ogolaanayaa, mise kii galiyo kii galdhahaba way isla gaaloobayaan. Iyadana waa daruuro sura ka mid a, tusaale daruuraadka ka mid a muslimiinta haysta. Tusaalaha ugu dambeeya ee rabe inaan kusoo gabagabeeyo, dowlad iyo urur dagaal ku jiraba, dunidu maanta waa xog iyo khabar sirdoon wey. Ninka siyaasigii wuxuu go-aama maamulkii mas-uulkii wuxuu go-aan saxa qaadan karaa hadba inta macluumaad iyo xog saxa oo dhaba u hayo. Haddii aad dowlad tahay weliba muslina, ama urur saxanoo jihad saxa ku dagaalamaya tahay, dadkaad isayseen inaad dad tarabarto ood miisaaniyad ugu talagasho oo ay sir doonaan oy war soo ururiyaan oy dadkii kale dhex galaan laga maarmi maayo. Haddii dad kale lacaga la siiyo la yidhaahdana, didadaa muslim ahayn boqol boqol la iskuma aamini karee, kuwa muslim oo la diyaarsaday oo adigu aad maalgelisay baad u baahan tahay. Qofka aad dirtay ee dadkaa dhexgalaya waa in iyaga isu ekaysiiyaa, waa in iyaga isku dhex miilaa, waa wax badan ay sameeyaan la sameeyaa, waa xaaraan badan inuu la galaa, waa marar badan welihi iyo muwaalaad waa inuu muujiyaa, marar badan wifqa alqawaaniin iyo dasaatiirtooda waa inuu la dhaqmaa, mukafiraad badan buu sameynayaa. Haddaba xaajada baahida xadda ay qabto dowladda Islaamkii ama urur jihaad xaqa ku jiraayay, daruuro cidii budh lama daba taagno, gal ma lehe, daruura wey, xaajo adag ama xaajo ama maslaxa leh daruuriya wey. Iyadu ma banaynaysaa, haddii ma banaynaysa la yidhaahdo kii waa gaaloobaya, kan u tababaray ee kunfan gareebayna waa la gaaloobayaa sooma. Warka intaa ka badan yaana waxba kugu sii dheeraynine. Waxaan rabaa inaan ku idhaahdo laba arrimood bay ujeedadaydu ahayd tusaalayoga badan, ay ka midka ahaayeen jinsiyadaha la qaadanayo mukafiraad baa lagu dhacaa calaa qowlin, dasaatiirta loo codaynayo dasaatiir kufri ah waay, jinsiyadiina calaa wifqi dastuur kufri ah lagu qaadanayaa, kombyuutaradii brogaraamyada la gashanayo, emailada la furanayo iyo websaydada la furanayana shuruud maxaakim baa la qaadanayaa. Dadkii madluumiinta ahaa in tabar kale haynin, maxkamad sharci islaamna aan haysaninna, maxaakim kale bay daruuradu ku kallifaysaa inay xaqoodii iyo naftoodii cirli iyo diintooda ku difaacaan. Muslimiintii meel ku hoos nooleyd waxay u baahanayaan cid xil qabata, cidda xilka qabanaysana wax badan oo dasaatiirtii iyo mukafiraad ay gelayaan say sharka uga khafiifiyaan. Dadkan daruuray u taho daruura u geynaysa. Ciddii maamul jihaad ku jirta ama urur siyaasiya ama dowlad islaami ahba sirdoon dad u dhexgala wax badanna dabaashay u baahan. Intaasoo dhani waa tusaaleyo daruuraad. Waxaan rabaa inaad la fahanto laba arrimood marka gunaaradka kelimadeyda maanta ama fadhiga xalaqada maanta.
كوحني ووح انت عليك ودولته يا شعوبتي يا شخصياتك يا شركته يا امتي انت يا ضبط نيت ساميوي سي دت سي اما سكالي بيو حيابا مكفرات على قولنا وجيران للضروره حينو دهنا مسلو هدبا مسلو فضود ما هي نينك هلا يو ادو هالكيت جوجتا اسويدي وحن مكان مرانتا طلبات مسائلكم مسائل خطيره ودقيقه اذك اني يهين ونن ارديو ير ايو نن لبا كتاب سو اخرست ايو نن هل فتوي محاضره سو دغيستي مالي سو عرر او سفود لوغو اردي كار انين اهينا ان اد الى فهمتان علمود waxay ka yiraahdeen ان شاء الله تعالى فديقه دنبه ما خري فدي كار يا كلان دنبه انو كو قادا دغي دونا حدو ميد نغو فيلان وايانا ان شاء الله لبا انو كدغي دونا انت انو كلان كا اسغ ايمان دونا waxaan kaga tagayaa idinka iyo baahda Somali Channel ba nabad Allah inagu kulmiyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh